أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني في القناة باللايك والشير والسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الحمل الخميس 25 مارس 2021. الشيء الذي تعاني منه منذ فترة قد يكون هو نفس الشيء الذي تكون في أشد الحاجة إليه اليوم. وصلت اليوم إلى نقطة النهاية في أحد المشاريع، فيجب عليك أن تستفيد من هذه التجربة. تعلم الدرس حتى تتخطى كل المصاعب القادمة. لا تصر على رأيك، وإلا سيواجهك العديد من الأشخاص الذين يهددون مستقبلك. عاطفيا، استمع إلى رأي الحبيب، فقد يكون صائبا في بعض الأمور، وخذ برأيه إذا كان يتعلق بأمر يخصك. مهنيا، القمر الجديد في القوس يبشر بمشاريع جديدة بالجملة، لكن المطلوب خطوات مدروسة ومؤكدة. صحيا، تكون بحالة ممتازة جسديا وفكريا ومليئا بالنشاط والحيوية، وبطاقة كبيرة للقيام بعدة نشاطات في الوقت نفسه.